تساؤل آخر يقول سؤال حول التلاعب الحاصل في ميناء وهران وتأخير خروج السلع والبضائع المستوردة وكذا تأخير خروج الحاويات المصدرة نحو الخارج، من المستفيد من هذه التعطلات وسبب ارتفاع النقل البحري في الجزائر مقارنة بالدول المجاورة وعلاقة دولة المسخ الإمارات بقطاع الموانئ في الجزائر؟ أظن أن هذه النقاط المذكورة لها علاقة ببعضها البعض وتدل على شيء ما يحدث في الخفاء، نرجو توضيح للرأي العام إن أمكن أستاذ العربي زيتون. طبعا السؤال ليك. نعم هناك مافيا كبيرة في ميناء وهران كانت ولا زالت، كان يحمي فيها رئيس الفيدرالية الوطنية للموانئ اللي هو برلماني كان مع لويزا حنون وبعدها ولا في الأفالة اللي هو محمد مرياني لموظف أبنائه مصطفى وابنه الأصغر، يعني يخدموا يتقاضوا رواتب خيالية في ميناء وهران وما يخدموش. هذا هو اللي كان يحمي المافيا، كان داير نقابيين في ميناء وهران. كان في ميناء وهران مثلا سلعة تاع حداد تاع أوتيراش بحداد تاع سفينة تاع مجمع سيم، يعني هي الأولى اللي تدخل، يعني لما السفينة تكون في عرض البحر يعطوها ليتي باسي وتدخل هي الأولى، وسفن تاع الدولة تاع الديوان الوطني للحبوب يخلوها بالشهر بالشهرين في عرض البحر، وكل يوم يمر هذا يكلف الخزينة العمومية آلاف الدولارات، يعني في ماركة كبيرة في ميناء وهران والكل يعلم بذلك. وكان يحمي فيهم أيضا المدير العام للموانئ اللي هو حاليا على ما أظن راه في السجن. الحقيقة أنا قريت مقال لأحد الأحرار هو يعرف الموضوع هذا مليح، بعثوا لي المساعد أمس على قضية هذه الموانئ وكيفاش أن النقل إلى الجزائر غالي جدا لأن هناك تأخير للبواخر، وتأخير البواخر يؤدي إلى رفع قيمة الغرامات على المستورد، وبالتالي السلع تصبح غالية جدا مقارنة مع تونس والمغرب على سبيل المثال. نعم هذا متعمد، هذا يتم بشكل متعمد، يعني الآن يخلوها قارع في عرض البحر وما يخلوهاش تشحن لي كونتينر ومافيا، يعني وكان يفوتوا احبابهم واصحابهم من بينهم سابقا حداد وسفينه ومجمع سيم، وحاليا عندهم ايضا كاين متعاملين اقتصاديين اخرين اللي يمدوا الرشاوي ويمدوا الاموال ويخلوهم هما يفوتوا، والسلع تاع الدوله تبع الديوان الحبوب ولا السلع المستورده يخلوها بصفه متعمده ويكلفوا الخزينه العموميه ملايين الدولارات سنويا.